مقادير عيش السن: حوالي 2 كوباية دقيق أسمر، معاهم 1 كوباية ردة. الردة دي بتتباع في كل حتة، اسمها الويت بران. بس ديت الردة دي لما اشتريتها كانت خشنة، طحنتها في مطحنة القهوة عشان تبقى ناعمة. بس بالنسبة للدول العربية موجودة متوفرة، اسمها الردة سن، دي متوفرة. لكن في برا اسمها الويت بران، ودي موجودة في كل حتة في جميع الجروسري ستور. ومعلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة ونص كبيرة خميرة فورية، ومعلقتين دي جلوتين، وده اللي بيساعد على ان العجين ان العيش يخمر وتبقى سهل فردها معايا. دي انا مضطرية ازوده، لان دي اللي عندي دي ما فيهوش الجلوتين. لكن احنا ممكن نشتري دي متعدد الاغراض او دي الخبز، وده بيبقى في الجلوتين موجود فيه. والردة دي انا هفرد عليها، هي نفس الردة اللي انا هستخدمها في العجل. وحوالي 1.5 كوباية مية دافية، برضو المية ممكن ما استعملهاش كلها، وهستخدم العجانة العادية وهحط لها الهوك بتاع العجل. تعالوا نشوف ازاي هنخلط المقادير. بحط الاول الدقيق كله واضيف واحط عليه الردة الخميرة، ودي الجلوتين ممكن نستخدم بداله محسنات خبز، والسكر والملح. قلبهم الاول كويس. هو الطريقة اللي هنعمل بيها هي نفس طريقة العيش البلدي، هنعملها برضو في على البوتاجاز من فوق. والخلطة زي ما احنا شايفين مختلفة شوية، نسبة الردة فيها عالية جدا. وبعد كده ابتدي اشغل المكنة، اشغل على اول سرعة، بعد كده اضيف المية واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين العجينة فصلت عن البولة، يعني كده مش محتاجة اي مية، هي خدت 1.5 كوباية وشوية مية صغيرين خالص عشان تبقى طرية كده وحلوة، لان الردة من النوع اللي بتاخد مية اكتر شوية من الدي العادي. هديرها 2 دقايق كمان تتعجن كويس. هي العجينة كده خلاص اتعجنت كويس، هجيب بولة وارش عليها زيت واحطها فيها واغطيها. واسيبها لحد ما يتضاعف حجمها، وبعد كده هقسمها. زي ما احنا شايفين العجينة خمرت وبقت الضعف، هبتدي اقسمها واحطها في اي صينية او صاجة واغطيها تخمر تاني قبل ما اخبزها. الكمية دي هتعملي 9 رغيفة، لان احنا عارفين العيش السن صغير خالص. واخد واحدة واحدة اكورها على الردة كده، اغطيها بالردة واحطها في الصاج. احاول اخليها مدورة عشان لما اجي افردها تبقى مدورة معايا. كده انا عملت الكمية كلها. هحتفظ برضو بالردة دي لان هفرد عليها برضو، ودي هغطيها واسيبها تخمر تاني لحد ما تعلى، بس واشيلها في مكان دافي لحد ما تخمر. زي ما احنا شايفين العيش خمر بقى الضعف، هبتدي اخبز. مش هخمره تاني، يعني مجرد ما افرد هفرد مثلا 1 و2 واخبز على طول. هستخدم الجريلا دي، او ممكن استخدم اي طاسة تيفال هتنفع. الاول هسخنها خالص، وبعد كده هخلي درجة الحرارة على الربع كده، يعني قليلة او اقل من نص، بحيث ان انا عايزاها بس تمسك العيش، تخلي العيش متماسك. وعندي شبكة هولع نارين هستخدمهم، النار برضو تبقى متوسطة للاتنين. مجرد ما خبزته على الطاسة هحطه تاني على الشبكة دي. البوتاجاز دوت اصلا سيراميك، فهو ممكن ينفع شبكة واطية شوية،
لكن احنا لو عندنا بوتاجاز غاز او بوتاجاز كهرباء العادي بحط ممكن شبكتين او ثلاثة فوق بعض، يعني اعليه وابعده عن النار، اجيب شبكة تانية واحطها فيها هتبقى يعني تعلى شوية. المهم يبقى في مسافة على الأقل مثلا من 6 ل 7 سنتي عشان تبقى بعيد عن النار. لكن البوتاجاز السيراميك مش مشكلة، الشبكة تبقى قريبة شوية. هبتدي بقى أفرد العجينة. العيش دايما يتنه متغطي، وأنا وحتى وأنا بفرد لازم. أول خطوة هعملها هجيب الردة وأحط الرغيف عليه كده وأضغط عليه، وأقلبه من الناحية التانية برضو وأضغط عليه، أفرده يعني نص فردة كده على الردة، وبعد كده أفرده تاني بالنشابة خفيف. المقاس ده كفاية. واركنه لحد ما اعمل التاني، افرد التاني برضو بنفس الطريقة. وابتدي اخبز. هي كده سخنت خلاص. هحطه الاول هنا لمدة 30 ثانية، وانا مستنية دي قبل ما تخلص اكون بفرد واحدة تانية. هي كده خلاص 30 ثانية، اقلبها لازم اقلبها على الناحية التانية عشان اقفل المسام بتاعتها، ما ينفعش انقلها على طول على الشبكة، واستنى عليها برضو 30 ثانية تانية. كده خلاص انقلها بقى على الشبكة، وفي نفس الوقت احط التانية واستنى عليها شوية. ما استناش اما تعلى قوي، اما بتبتدي تعمل فقيع كده اقوم قلبها على طول. برضو استنى عليها لازم تعلى قدامي. ما انساش الرغيف اللي انا حطاه على الجريل، اقلبه زي ما احنا شايفين اهي ابتدت تعلى. اقعد اقلب فيه كده عشان ما يتحرقش مني. بعد كده هنقله على النار التانية واجيب الرغيف التاني، وفي نفس الوقت احط برضو رغيف على الجريل. اخد بالي اقلبه ما انساهوش عشان ممكن اقعد استنى يعلى ويقوم يتحرق من تحته ومعليش، فانا اقعد اقلب فيه كده. هو زي ما احنا شايفين علي، اقلبه برضو. هو كده احمر والرغيف التاني برضو خلص. ده خلاص خلص، احمر من ناحيتين، ابعده. هو كده تقريبا العيش خلص كله. ممكن اشيله زي ما هو كده طري، او ممكن احمصه. عشان احمصه يا اما احطه في صاجة احطه في الفرن، يا اما احطه ارجعه على الجريلا دي تاني واسيبه على نار هادية واسيبه يتحمص لحد ما احس ان هو اتحمص شوية. زي ما احنا شايفين العيش استوى كله، ما خدش الحقيقة وقت على النار. عمل ال3 كوبايات دي، دول 3 كوبايات عملوا 10 ترغيفة. هو ده طري، احنا ممكن زي ما اتفقنا ممكن ننشفهم. العيش ده اللي هو الناس اللي بتعمل دايت عشان فيه نسبة الرد عالية، بيقلل السكر، الناس اللي عندها سكر بيفيد الناس اللي عندها سكر، والحقيقة مفيد لكله، يعني بيحمي من أمراض كتيرة، لأن احنا عارفين ان الردة قد ايه هي مفيدة جدا. حاولوا تجربوه ان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.